لا يكون الوضع مستقرا في ليبيا إلا إذا كان الحل نابعا من الإرادة الحرة للشعب الليبي. هو صاحب السيادة وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بكل حرية، فالحل لا يكون إلا ليبيا ليبيا. متفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم، ونتمنى لليبيا شقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية وأن يعود الوئام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين إن شاء الله.